حقيقة أذكر كلاما للشاطبي رحمه الله قديما، يعني قرأته، أنه ينبغي على المسلم أن يدور مع الشريعة حيث دارت، فحينما تأتي مواسم فاضلة معينة إن عقد فيها سبب لعبادة معينة ينبغي أن يعنى بها الإنسان عناية عظيمة، لا سيما وأن كثيرا من مسائل الدين أقوى ما يكون في تعلمها إذا انعقد سببها وجاء طيفها وموسمها، سبحان الله، فيجد الإنسان فرصة أن يتعلم مثل هذا الأمر. فأعتقد أن الدعاء في يوم عرفة من أقوى المدارس الدعائية التي ترتبط بموضوع تعلم الدعاء، فالإنسان إذا تعلم الدعاء في هذا اليوم أعتقد أن الفترة والفترة الزمنية أو الزمكانية حتى الظرف الزمكاني الزماني والمكاني يعينه بعد الله تعالى على تصور موضوع الدعاء. طبعا الدعاء بشكل عام يرتبط بأداب قيمية قلبية، ويرتبط بأداب قيمية أيضا لها قيم دينا، قيما ملة إبراهيم حنيفة، يرتبط أيضا بقيم يعني ظاهرية جوارحية. فمن القيم القلبية التي ترتبط بالدعاء اليقين، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا قضية عدم العجلة، والعجلة حالة قلبية أيضا، أحيانا الإنسان لما يكون قلبه عجل فيؤثر هذا على دعائه حتى وعلى سرعة دعائه وعلى عدم التركيز دعائه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن العجلة في الدعاء، وقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي رواية قال: ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. أيضا من القيم القلبية التي تتعلق بقضية الدعاء، ينبغي على الإنسان أن يكون على قدر من معرفة الله وحسن الظن بالله. سوء الظن بالله أن تدعو أن تشاك في الموضوع. يا أخي تذكر قول الله تعالى: وما كنت بدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اجعل هذا دائما في قلبك، لا تظن أن الدعاء ببلاش وأنه للتجربة وأنه للاستهلاك الزمني، يعني عندي وقت أدعو خلاص أقول مثل ما يقول الناس، لا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا كما في سورة مريم. من أيضا لقضية القيم التي تتعلق بموضوع الجوارح الظاهرية، وأنا ما أريد حقيقة أن أطيل في الموضوع حتى يستوعب، ألا يعتدي الإنسان في دعائه. بعض الناس يدعو لكن يدعو غلط. كيف يدعو غلط؟ يدعو الله تعالى بما يخالف السنن الشرعية أو السنن الكونية. يعني إيه السنن الشرعية؟ تدعو الله بما يخالف الدين. يعني تخيل إنسان يدعو الله تعالى يقول: اللهم أبح لي هذه المعصية، ولا مشي لي الموضوع الفلاني وقد حرمه عليه، أبغى نام عن الصلاة كل يوم يا رب سامحني. لا، هذا من الاعتداء في الدعاء، فليس لك أن تدعو بما يخالف السنن الشرعية، النظام الشرعي، الأحكام الدينية، كأن يرخص لك في معصية أو يترك عنك طاعة فلا يحاسبك على عدم إتيانها بالذات إذا كانت واجبة ونحو ذلك. فكل الأحكام الشرعية ينبغي أن تكون يعني جنبا إلى جنب موضوع الدعاء فلا تنتهك. أو يخالف سنة كونية بعدين تقول: أنا دعوت فلم يستجب لي. أنت وين؟ يعني لا ينبغي مثلا أن تدعو الله تعالى أن تعيش فلا تموت، اللهم اجعلني أعيش إلى أبد الآبدين، يعني كل من عليها فان. فأنت تدعو بما يخالف السنن الكونية، أو تدعو الله تعالى أن يجعلك 70 ذراعا في السماء. نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن ليس من الأدب مع الله تعالى أن تعتدي في دعائك بما يخالف سننه، وهو يقول عن سننه هو سبحانه جل في علاه: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من الأدب اللي تتعلق أيضا بالدعاء قضية الإلحاح، وهي مسألة ظاهرية: ألح في دعائك فإن الله لا يمل كما يمل الناس. الإلحاح على الناس ممل، قد يأتي بنتائج عكسية، قد تؤذى إذا ألحيت على الناس، ولكن الإلحاح على الله تعالى في الدعاء هو من مضان الإجابة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، دعوتنا للإيمان فاستجبنا. الأدعية التي وردت في الوجه قبل الأخير في سورة آل عمران، وأنا نسيت الآيات الآن، ولكن فيها ربنا ربنا ربنا، فيها تكرار وإلحاح في موضوع الدعاء حتى يعلمنا الله تعالى أن نلح في دعائنا له سبحانه جل في علاه. أخيرا حقيقة، وليس أخيرا يعني حتى أختصر هذا الأمر، من القيم التي تتعلق بالدعاء الظاهرية أني أكون على وضوء، أني أتجه للقبلة، أني أتصدق بين يدي دعائي، أني أخرج عن المظالم،
التي قد تكون بيني وبين الخلق، فإن هذا مما قد يحيل بيني وبين الدعاء، والله أعلم.